اعتقد بانه مع المؤشرات اللي غادي تظهر خلال الاسابيع المقبله ان شاء الله، فالعوده نتاع الجمهور منتظره للملاعب، وهذا هو الاساس، لان كره القدم حتى على المستوى العالمي شفنا جميعا بان بدون جمهور تفتقد لشيء كثير. فالجماهير المغربيه خصها تصبر شي شويه، والجماهير غادي تكون عندها عوده ان شاء الله للميادين في اقرب الاوقات وفي ظروف احسن ان شاء الله.